بحضور أكثر من 1000 طبيب من جميع دول العالم، ينطلق في مصر مؤتمر الجمعية الآسيوية الباسيفيكية لدراسة الكبد والخاص بأبحاث فيروس سي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكبد المصري. معنا متحدثين رئيسيين من اليابان، سنغافورة، أمريكا، تركيا، الفلبين، الهند، بنجلاديش، ماليزيا، كل دول العالم تقريبا وخاصة الدول الآسيوية موجودة معنا النهاردة في القاهرة، وبنناقش كل الجديد في تشخيص وعلاج فيروس سي. وعلى مدار 3 أيام يتبادل الحضور خبرة التجارب المختلفة في مكافحة الفيروس، وفي مقدمتها تجربة مصر التي تمتلك أول برنامج وطني على مستوى العالم لعلاج المرض. لا يوجد في مصر حاليا ما يسمى بقوائم الانتظار، يعني أي مريض بيتم تشخيصه وبياخد العلاج بتاعه، مفيش قائمة انتظار، خلاص الحمد لله. وقد أشاد ضيوف المؤتمر على المستوى الدولي بالبرنامج المصري في مكافحة الفيروس، ساعين إلى الخروج من المؤتمر ببروتوكولات وبرامج مشتركة للاستفادة من خبرات مصر في هذا الإطار. ويتزامن المؤتمر مع إعلان وزارة الصحة المصرية نجاحها في علاج 1,700,000 مريض بفيروس سي خلال العام الجاري، في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات عام 2016 إلى انخفاض الإصابة بالفيروس إلى 15 مليون مصاب من 22 مليون مصاب عام 2014. من البلد الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس سي إلى الأعلى في نسب الشفاء، تجربة رائدة خاضتها مصر خلال 3 سنوات فقط، في الوقت الذي توقع فيه العالم أن تستغرق مصر على الأقل 30 عاما للسيطرة على المرض. واليوم تقدم المؤسسات الطبية المصرية خطتها للقضاء على فيروس سي بشكل شبه نهائي بحلول عام 2020. كمال حسيني، قناة الغد، القاهرة.